هذا كتاب كامل الزيارات. لاحظوا احنا، اؤكد الكلام، الزائرين 15 مليون انسان ايام الاربعين يذهبون الى كربلاء، البعض ياتون من مناطق بعيده، 15 يوم بالطريق، 20 يوم، 14 يوم من البصره ومناطق اخرى الى المناطق القريبه كالنجف الاشرف ومن اشبه، البصره، الحله، العماره، الرميثه، مختلف المناطق الموجوده. يقطعون هذه المسافه في يومين، في يوم، في 15 يوم اقل اكثر. ما هي رسالتنا؟ ما هي رسالة الله سبحانه وتعالى للسائرين إلى كربلاء؟ شنو الرسالة؟ هل أبلغناها؟ الذين يبلغ، والرسالة موجودة في كتاب كامل الزيارات كنموذج، موجودة الرسالة ورسائل أخرى عديدة. نقتصر الآن على رواية واحدة، عسى أن ننطلق أكثر بإذنه تعالى في تبليغ رسالات الله. علما أؤكد قبل أن أقرأ الرسالة، ليست مهمة ومهمة التبليغ خاصة برجال الدين، كل إنسان مسؤول، سواء كان طبيبا أم مهندسا أم محاميا أم بقالا أم مزارعا أم أي شيء آخر، لكن رجال الدين يوجه لهم الخطاب لأنهم متخصصون في هذا الحقل، فالطلب منهم آكد وأقوى، لكن الكل مسؤول. هذا كتاب كامل الزيارات، هنا ينقل في عنوان الباب 48 كيف يجب أن يكون زائر الحسين بن علي عليه الصلاة، كيف يجب أن يكون، هذه رسالة من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الرواية يسأل الإمام إلى أن يصل إلى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام حول الزائر الحسيني في أيام الأربعين وغيره، أيام 15 شعبان. يقول الإمام عليه السلام: يلزمك، يعني أيها الزائر لسيد شباب أهل الجنة، يلزمك حسن الصحبة أو الصحابة لمن يصحبك، هذا واحد، تكون إنسان في تعاملك مع الأصدقاء اللي يتمشون معك والذين يقفون بوقوفك ويتحركون، أن تكون حسن الصحبة لهم، خلوقا، متواضعا، هشا، بشا، طيب التعامل هكذا. ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، هذا الزائر السائر وغيره ينبغي أن يصون لسانه في هذه الأيام بشكل مؤكد كسائر الأيام. ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير، إلا بالنافع، إلا بالمفيد من شؤون الآخرة أو شؤون الدنيا. ويلزمك كثرة ذكر الله، الرواية طويلة بعدين طالعوها، أتوقف قليلا. لاحظوا 15 يوم الإنسان يقطعها في الطريق، يقضيها في الطريق، أو يومان أو يوم أو ساعة، ما الذي ينبغي أن يشحن الإنسان به هذه الساعات؟ واحد، ذكر الله، يخلي برنامج يوميا 10,000 لا إله إلا الله، فيصير شنو؟ تصير البركة في مسيرته مضاعفة. وقصد الحسين عليه الصلاة والسلام وزيارته عبادة وطاعة، ويا لها من طاعة وكم لها من مثوبة. لكن إذا كان اللسان بذكر الله لهجا فكم يكون الأجر أعظم، يوميا 10,000 مرة إيش ينوي، ويأخذ المسبح بيده 10,000 مرة يقول لا إله إلا الله، 10,000 مرة أو 14,000 مرة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، كما في الرواية موجود تتمة الرواية: وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد. هكذا الإنسان بهذه الحالة يحس بمزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، يحس بحالة أخرى، هي الحالة حالة استثنائية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. لكن إذا انشغل بالذكر، بالصلاة على النبي وآله، بقول لا إله إلا الله، بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بلعن أعداء أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، بزيارة عاشوراء مع 100 لعن وسلام، هذا جانب، يملأ هذا الزائر قسما من وقته بالذكر.